من رحلتنا في جنوب إفريقيا اختارينا ندوسوا لواحد البلد قليل الناس اللي كتعرفوا. هو آخر بلد إفريقي عنده حكم ملكي مطلق. هذه المملكة محصورة بين جنوب إفريقيا والمزنديق، ومساحتها صغيرة وتقدر كاع ما تلاحظ وجودها على خريطة إفريقيا. بلد صغير ولكن عنده ثقافة غنية جدا، من طريقة العيش، الاحتفالات، اللباس وغير ذلك. مرحبا بكم في فيديو جديد من مملكة إسواتيني. دابا حنايا كنعبروا الحدود تاع سوازيلاند. ها هي ويلكم تو سوازيلاند. ها هي هنا، حنا يلا دابا خرجنا. هذا هو البوردر بوست تاع سوازيلاند، هذا هو اللي كدوزو تخلصو فيه. هذاك الاولاني اللي دزنا له الهيئات، هذاك تاع ساوث افريكا، يعني الخرجه. دابا حنايا شادين الطريق وما عرفتش فين غنباتو. بعدا شكون اكسيون حيتاش حيدتها، حيدت الريزو كامل، درت مود افيون. حيت من بعد جوج ديال الدقائق كاملين، جوج ولا ثلاثه ديال الدقائق قطعوا 60 اورو في البلازا. دونك حيدنا نشوفو شوف بلاصتو داكشي اللي غادي نفيزيتو، ولا كانوا دي توريست ولا ميم لي لوكو، نقول لهم الا عندهم كونيكسيون يبارطاجيو معانا. سينو نشوفو الا بان شي اوتيل هكا في الطريق ولا شي حاجه نبات عندو. المهم يحل الله ان شاء الله يكون شنو فيزيتي داكشي اللي خصنا نفيزيتي، ويحل الله في النباته. أول مكان بغينا نزوروه كان هو القرية الثقافية والسياحية مونتينغا، وهو أفضل مكان نصحكم تزوروه باش تعرفوا عن قرب على ثقافة هاد البلاد. في هاد القرية كيقدموا عرض موسيقي تقليدي مرتين في اليوم، مع 11:15 صباحا ومع 3:15 في العشية. حاولوا توصلوا بكري وما تديروش بحالنا باش يلا تستمتعوا. وصلنا مع 3:32 دقيقة. عمر مشى يشري لي تيكي، واقفين في الباب. بداو مع 3 ولكن ابارامون كيبقاو حتى ل 4، دونك تفرجوا من الساعه التاليه. وصافي نتفرجوا. اشرح لي شنو قالت لك. قالت لك الدخله ب 150 الواحد. الواحد منكم حنا جينا معطل. اها قالت لك حسبت علينا غير ب 100. حسبت علينا غير ب 100 الواحد. فهاد العرض الموسيقي كيكونوا اغاني تقليديه مرفقه برقصاتهم اللي كتبهر، حيت كتحتاج لياقه بدنيه جد عاليه، واللي كيبهر اكثر هو قدراتهم على ايصال رجليهم لعند راسهم مع تتبع ايقاع الموسيقى. عندهم لباس تقليدي،
ألوانه أشكاله وحتى الأكسسوارات كيذكرونا بالعالم ديال البلاد، بحال الدرع والرمح اللي كيمثل الدفاع للأمة وشجاعة الشعب على حماية أرضه، وحتى الأكسسوارات اللي هو عبارة على سلسلة مصنوعة يدويا من الخرز الملون وغالبا ما كيكون فيها رسم العالم الإسواتيني. أما اللباس التقليدي اللي هو عبارة على ثوب ملون ومزخرف كيسميوه لهيا، وكيلبسوه الرجال والنساء جوج بهم في المناسبات الخاصة. ما غادي تكونوا لاحظتوا حتى نتوما، الرقصه عندها طابع حربي، لا من الحركات الديناميكيه والمتزامنه اللي كتبرز القوه والرجوله ولا من الاسلحه التقليديه اللي هزينها. البلد كان اسمه سوازيلاند إلى غاية 2018 في الملك إسواتي الثالث غير اسمه بمناسبة ذكرى 50 استقلال البلاد وعطاه اسم إسواتيني اللي كيعني أرض سوازي باللغة المحلية، والهدف كان إعادة تأكيد الهوية الوطنية والثقافية للشعب والانفصال عن آثار الاستعمار. ثمانين في المئة من السوازيين هم مسيحيين، داكشي علاش في هذا العرض الموسيقي كانوا كذلك أغاني دينية. Come, please come inside the home. Abuela. إيكايا هي كلمة خصك تقولها قبل ما تدخل شي قرية باش تبين ليهم احترام، وبهالطريقة كتكون طلبتي الإذن بالدخول. أما الكلمة حرفيا فكتعني منزل.
في هذه القريه او في هذا المكان كيشرحوا لكم طريقه عيشهم في هذه الاكواخ الصغيره. مثلا الكوخ اللي كيكون حداه النباتات غالبا ما كيكون ديال الحكيم او الطبيب اللي التداوي بالاعشاب الطبيعيه، ولكن صراحه ملي دخلت لعندو باش نتهاود معاه فهمت باللي شواف ورجعت خرجت بحالي. كما غادي تكونوا لاحظتوا هاد القريه ماشي قريه حقيقيه، هي فقط قريه بنوها على الطراز التقليدي وفاتحين هاد السياح على شكل متحف باش تنغمسوا في ثقافتهم. سالينا مع الخمسه فاش جينا غاديين سدوا كلشي، سدوا الريسبسيون وبقى غير هذاك شنو كيقولوا له كيتمعن هو اللي كيت الاساس ديال الباب. هضرنا معاه قلنا له عافاك واش ممكن عندك واش كاين الويفي بغينا تكونيكطاو فيه، فالتالي مشاو حلينا الريسبسيون المهم بعيده شويه، حلينا الريسبسيون وتكونيكتينا في الويفي ديالهم، بقينا كنقلبوا على لوطيل. دابا راه الخمسة ونص دونك الحمد لله ما غاديش نبات في الزنقة. عيطنا لهم بو ريزيرفي، عيطنا لهم بو ريزيرفي اكزاكتومون، عطيناهم السمية وكلشي وحنا دابا غادي هلو. وجينا نتعشاو في ريستورون تاع لوطيل اللي جلسنا فيه في سوازيلاند، صراحة زوين بزاف، عندهم جولف، عندهم كورف وكبير بزاف، تي غير باش تمشي للريستورون ما بين الريستورون لا شوم ديالنا سي ان كلوب واه فيشن شيبس فيشن شيبس. هادشي اللي لقينا هادشي اللي كاين ابار يا دي تروك فيجيتاريان مي يا با بوكو تشوا في الماكله الصراحه. صباح الخير، حنا عاد فقنا دابا وجينا نفطروا هنايا في لوتيل اللي سكننا فيه البارح وزوين صراحة. دابا كيوجدونا البانكيك، هذاك فيش كيك مبيضات واللوبيا. دابا كنفطرو الصراحة، الوطا اللي طحنا فيه زوين بزايف وغير زهر، ما كناش غير متوقعين انه يكون بحال هكايا. لحد الان ما قالوا لناش على الخلاص ما حتى شي حاجه، وصلنا لقينا داك السيد اللي في الباب عنده السويرتات عطاهم لينا وجينا. دابا جالسي كنفطروا حتى كنوا خارجين التيكا تاع ديك الساعه نخلصوا، ما عارفين غير التام كنا سولناو في التليفون. الصراحه الجو زوين بزاف، ما عارفين شكون ما طلبوا لنا لا باسبور لا تصويره لا حتى شي حاجه. حنا دابا يلاه خارجين من لوطيل اللي بتنا فيه هنايا في سوازيلاند وغادي نمشي لواحد المارشي فيه داكشي تاع الهاند ميد الكرافت والحوايج التقليديين ديالهم، نضربوا فيه طليله باش ديك الساعه نخرجوا من سوازيلاند ان شاء الله. كنا سايقين و واحد الطوموبيل حبست قدامنا، حنا حبسنا واللي مورانا دخل فينا. صافا سي با سي با تري غراف، غير تخبش الطوموبيل شويه مي مع الطوموبيل ديال الكرا سي با تري. مشكله ما عندناش الريزو باش نعيطوا ليهم مع عمر. نمشيو سير شنو نديرو نمشيو بحال هكا. هذا معطى الله مشينا ايمن بون شدينا الطريق يا غيان دو غراف الصراحه باش نشوفو حنا على قبل لا فواتور، مي الصراحه هذا واخدين زعما نورمالمون واخدين لاسيغونس تو ريسك تو ريسك. الحمد لله بعدا خرجت من بحال هكا سنو كان يضيع لنا النهار ومن هادي كنستجو ان هادي ما بشكل الطوموبيل خذوا كلشي خذوا لاسيغونس كومبليت حيت تقدروا تعرفوا شنو يوقع، يجي غير واحد خارج واحد قاطع بكرة قاطعة ما نعرف اي حاجة توقع. غادي نمشيو كون من المارشي نبقاو فيه خارج نص ساعة فيت في ناخذ شي حاجة تذكار وديك الساعة نكملو الطريق ان شاء الله. مشينا لذاك المارشي زعما لوكال ولكن ما لقينا فيه حتى شي حاجه، في التالي قلنا سباك غادي نخليو غير البي ديال الفلوس هنايا ديالهم اللي تبقى عندنا. ودابا حنا شادين الطريق باش نمشيو نعاودو نرجعو نخرجو من إسواتيني نمشيو لافريك دو سود.